بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا بكم يا جماعة. النهاردة يوم أجازة، وبصراحة يعني قلت أستغله. لقيت الكمبيوتر ده كمبيوتر قديم، لقيته مع حد بيبيعه ما فيهوش حاجة، يعني لا فيه لا هارد ولا رامات ولا أي حاجة، هو ما فيهوش غير البوردة. والبوردة حتى لقيت مكان البروسيسور بايظ، البروسيسور موجود لكن مكانه بايظ، وعشان كده صاحبه يمكن رماه. الكمبيوتر أنا اشتريته ب 20 جنيه، وأنا هطلع منه بقى قطعة مفيدة جدا، هوريكم هنستفيد منها إزاي. هطلع منه الباور ده وهوريكم هنستفيد منه بطريقة مهمة جدا ومفيدة جدا في كل حد عنده ايه. يلا اوريكم احسن، تعالوا نشوف. الاول هفك الباور. الباور هنا فيه مسمارين او مسامير ماسكاه، طبعا هو دايس عليه قطر، وهبدا اوريه. هنا فيه مسامير، هنا هبدا افكها وهقرب الكاميرا بعد ما افك عشان اوريكم هنعمل ايه بالكمبيوتر اللي احنا جبناه ده، وهنستفيد منه ازاي، وان اي حاجة نلاقيها ممكن نستفيد منها. بس نفهم الأول هنستفيد منها إزاي. هطلع الباور وخلاص كده، آدي الباور بتاع الكمبيوتر. هبدأ أوريكم دلوقتي هنستفيد منه إزاي. هحتاج بس معاك كابل تشغيل عشان أقدر أستفيد وأوريك. يلا بينا بقى نقرب الكاميرا شوية ونشوف هنقدر نستفيد من الباور بتاع الكمبيوتر ده إزاي. والكمبيوتر ده خلاص بقى هنفكر له في حاجة تاني نستفيد منه بيه. تعالوا قربوا معايا بقى. ادي يا جماعه الباور القديم بتاعنا زي ما انتم شايفين. طبعا انا احتاجت هنا كابل لتوصيل الكهرباء دي اللي موجود في الكمبيوتر العادي اللي هو الكابل ده. طيب الغرض من الفيديو هنا ان انا اعرفك حاجه مهمه جدا، ان الاسلاك بتاعه الباور دي حاجه مفيده جدا. يعني ايه بقى؟ يعني كل طرف من دول بيخرج فولتيه. يعني ايه بيخرج فولتيه؟ يعني الكابل الاسمر ده يا جماعه ده اسمه ارضي، اسمه كابل الارضي. اي اسمر من دول ارضي، واي طرف من الالوان التانيه مع الاسمر ده بيطلع لي فولتيه او فولت ممكن اشغل بيه حاجات مختلفه. هنختبر الاسلاك دي مع بعض دلوقتي وهوريكم ان احنا ممكن نشغل ايه بالاسلاك دي لو عندي كمبيوتر قديم وطبعا مش هرميه. فنشوف مع بعضنا كده. هطلع هقشر الاسلاك دي وهبدا اقيس ببنسة الامبير واوريك انت كده لو عندك نفس الباور تقدر تستفيد منه ازاي من غير بقى انت ما تقيس، لان انا هقيس واقول لك اللون ده مثلا مطلع كذا فولت. طب ازاي الكلام ده؟ قبل ما اطول عليكم يا جماعه الفيديو، تعالوا بصوا معايا على الكلام المكتوب هنا ده لحد ان شاء الله ما اوفر الفولتيات دي وابدا نقيسها مع بعضينا. انا قست على بنسة الامبير طلعت فعلا مظبوطه، لكن عشان الكلام يكون اكتر واقعيه هجهز حاجات بالفولتيات دي ان شاء الله في فيديو قادم ونقيسها مع بعض. بصوا معايا هنا، هو بدأ هنا بالالوان، بيقول لي اول حاجه ركز على اللون الاسود هنا اهو. اللون الاسود بيقول لي ده مشترك، يعني هو فرده الارضي بتاعه الاسلاك اللي طالعه دي. اي لون اسود من هنا هيبقى الارضي. اللون البرتقاني مطلع 3.3 فولت، يعني ممكن يشتغل عليه سخان الغاز عادي جدا. اللون الاصفر بيطلع 12 فولت، زيه زي بطاريه الموتوسيكل وزي بطاريه العربيه، وبيطلع كمان 9 امبير، يعني دي حاجه قويه جدا. اللون البلو اللي هو الازرق بيطلع 12 فولت ولكن نص امبير، ولكن نص امبير. اما اللون الاحمر فبيطلع 5 فولت بالموجب وبيطلع 8 امبير. على فكره دي حاجات مهمه جدا، اللي بيفهم في الكهرباء هيفهمها. اللون الابيض عندي بيطلع 5 فولت وبيطلع نص امبير. اللون ده اللي انا مش عارف احدده، لكن هو تقريبا حاجه كده زي البينك، ده بيطلع 5 فولت 1.5 امبير. اللون الاسود بيقول لي ده مشترك. وبالطريقة دي هنكون عرفنا يا جماعة الألوان دي فيها كام فولت وأقدر أستخدمها إزاي. هوضح تاني نقطة، زي ما قلت 3.5 أمبير دي أو 3.3 ممكن يشتغل عليها السخان عادي جدا، لكن ده 6.5 أمبير وده كبير، فما ينفعش الفولتية دي مع السخان. الخمسة فولت دي ممكن يشتغل عليها الموبايل، هي 5.5 فولت أمبير. عندي دي الأصفر 12 فولت و9 امبير. تقدر تستخدم الحاجات دي بقى زي ما انت عاوز، وبكده انا بقى عندي الجهاز ده اقدر اطلع منه فولتيات كتير جدا عن طريق الاسلاك اللي طالعه منه، وكده انا ما خسرتش الفلوس اللي دفعتها في الكمبيوتر القديم.